Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wallahu wa lahu illa fil azizil azim. Alhamdulillahirabbil Kita kembali kepada yang ilahi kadau kadang-kadang kepada Allah SWT ia akan disesungguhnya atau kemafiran kepada sesungguhnya amal damai kerajaan ini bersama saya Ustaz Muhammad Fadillah sebagai pengurus drama dakwah aa, kita persialan sunni aa, Lazada Bajaan Surah Riasi di malam Jumaat di bahagian khas untuk anda oleh Lazada pemusi agar berpatutan atau di pemusi peraduan yang akan di Lazada pemusiaran akhir tahun sila dari www.lazada.com.my untuk kenara jun di aplikasi Lazada di Afro Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery Alhamdulillah Rafi Amin ini kepada belajar berilmu kepada Allah SWT yang menghampiri kepada Il-Halim atau sehupamanya kepada keluarga kita Maha Allah SWT yang mengisahkan berilmu, berjuangan damai. Alhamdulillah Rafi Amin Al akan bersiar langsung di TV Muhammad atau buka Instagram go live TV Muhammad atau buka bersiar langsung di YouTube TV Muhammad ada dibacakan ditakkan kepada Allah SWT Alhamdulillah Rafi Amin Al uh, bersama-sama kita berdoa dan banyak-banyak atas sesungguhnya Nabi Muhammad SAW dan besarkan atas berilmu kita di dunia di akhirat nanti Alhamdulillah, Rafaimi, kita surah tadi ini Atau fasirah pemulakan Yasin dan Dalil InsyaAllah, atau dibacaan di surah Yasin Atau berceramahnya Atau kepada ilmu, kepada Allah SWT Auzubillah, minasyaitan wajib Bismillahirrahmanirrahim Astaghfirullah al-lazim Astaghfirullah أستغفر الله الذي أستغفر الله الذي الذي لا إله إلا هو الحي القيوم عضو أستغفر الله الذي الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله الذي مع الذي لا إله إلا والهيق القيوم وعظم لير الفاتحة ويزي إلى أره الوالدين ووالد القلوب إلى أقراه المسلمين ومسلمات كافات مقتهما خصوصا للروح الْمَخُولٌ وخصله وفروه ومن يستاذب الاله الجعد اله اجمعين خصوصا للروح المخول وخصله وفروه الماء ومن يستاذي الى اجمعين وإلا ارد النبي مصطفي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين حياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولهم مضوب عليهم ولا طالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الأقيم انك لمن المسلم ارى صراط المستقيم تازل العزيز الرحيم لتزرق ما غزر اما خلقه الخافلون لقد قال الْقَلْ أرى أخسر من فول لا يؤمنون إن جعلنا في <applause> عنيجه خليل فإلى إلى لقاني فهم مخون واجعلنا من بيني أدر شتا ومن خافل شتا فَأَجَيْنَاهُ لا يسرون والصواه عليه عز الأداه ألم توزر لا يؤمنون إنما تؤزر من اتبع الذي كره وقسي الرحمن بالخبيب فبسغوا بما في ردي وخري كريم إنا خنون خيل <سؤال> الموت <سؤال> البل ما وأسره وكل شيء عصيناه فِيهِمَا ما بالمبين ودري أبو أَسْبَقَ أسباقا يد الجاء المسلون إذا رأزنا إلى رلمنان أفق السب الخل ما فرزنا بالثالث فقالوا إلا إليك المرسلون قالوا وما عادوا الى بشر مثلنا وما عزل الرحمن بالشائل ان عدت للا تَعْزِبُونَ قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمسلول وما علينا إلا بلاغ المبين قالوا وإن تطينا بالكل لا لا تأخذ لزاج من نقل ولما يَشْنَقُ منا عذاب العليم قالوا طاق غير كل ما كن أدي زوكد البلاد القلم مورفون وجعلها من عصر مدنادي الرجل يسهيا قال يا قم اتبع المسليم اتبعوا الملايا قُلِ الأرى المتدون وما إلى عبد الذي أَفْضَلَ لي وإليه تجعون <applause> أتهي الظلم دنيه العالي حتى إل الرحمن بالدوري لا دوني أني شفاد سيئا ولا يقزون إني إذا الذي ضلال المبين إني عمد بربك فاسمعون قل خلي جنة قال يا قال لا لا تخلي يألمون قال يا ليت قلي يعلم بما أفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما عَزَّلْنَا أرى قلمه من بعده من جود منا شمع وما كنا مسللين انا كنا الا صالحه واحده فاذا قل خامدون يا اسراء الارهبان ما يديه من رسل الى بِهِ يستعزئون الم ير وقع لنا قله منا قارون العدن سروا الى دلا يجعون اواه القولون لما جمع الذين مطررون وهياه ضلعه لا ظلم تدل علينا وخر جن مساها الباب فم يقولون <applause> وجعلنا في الجنة من الخاخل ونابل وفجعلنا في من القيوم لِيَقُلُوا من سمره وما عمل أفلا يسكرون سبحان الذي خلق الازواج كلها مما ادوا بالدول ومن ومما لا يعلمون وهاية لهم لالو نسله الملغو سرا فاذا هم مؤلمون والشمس تجلي لمستقل لها سالك الددير عزيز العلي عزيق وقل ما رقدنا خل ما لا حتى الهدى قادمين لَمْ شَمْسُ يَا بَخِيْعَ دُورِكَ الْأَقَمَّرَ وَلَلُوشَ بِالْقَزَرَ رِي وَكُلُوا فِي الْفَلَّقِ يسبحون <applause> وهاي طلعهن أجمنا جزرية في الغوط فوق وخلناهم من مليع ما يكبون وإنا شن قُلْ فَلَا صارخ الأغوف ولا خُنْ يقزون إلا رحمة منا الرَّحْمَةَ إلى خيم وإذا قيل عظمت قُلْ ما بنا وما خلف قل لها لقد وما تديري من عايد المعايد ربي لَا كانوا عزام لديم وإذا جلعه في القلم ما رصد الله قال الذين كفروا للذين كَفَرُوا للذين آمنوا أن ما لو نشاء الله إن عادوا إلا في الضلال المبين وَيَقُلُّنَّ متى أزا ودخير ما يزرنا إلى صالحة واحدة خصوه وَهُوْ يَسِلْمُونَ فلا يستقيون توسية ولا إلى له العياجون ونو الخف العصور فإذا خل من الله الزر إلى ربي يصلون قالوا يا ولمنا ما بَنَزْنَا من ما قدنا هذا ما وَهَدَّى الرمن وصدق المسلون إن كان إلى صلحة وَاهِدَةً فإذا جميع لدينا مطهرون في يوم لا ظلم النص وَلَا ولا دلزن إلى ما مقد تملون إنا أصحاب الجنة يوم ما في الزل هو وجهه في العزل للأرى لرق المتقكون أو في الرفق الود أو ما يدهون سلام قل من رب الرحيم وَامْتَازُوا عن يوم ما يرموا ألم آه ألما هدى إلى قل يا بني ادم لا تعبدوا الشيطان إنه لقو عَدُوْهُ المبين واني بدوني هز زراط المستقيم ولم قاد ضلام القجب الا كَسِرًا افلم تكونوا اتَّقِلُوا هذه جهنم الذي القدود توعدون اسلم الْيَوْمَ بما قدوت تفرون اليوم ندموا على أوله وتكلبنا عدره وتشد جلهم مما كانوا يعصبون ولم نشاء لَضَمَّسْنَا أرى يزري فتبق السراط الفعل يسر ولو نشاء لمسنا خل عرم القنود فما تطاق عموديا ولا يجعون وما نؤمه نقله في الْخَاكِرِ أفلا يسكلوا وما علنا زيرا وما يبخل خن إنه وإلى زر عوق أنوه الْمُبِينِ ليزرق ما قنوع يوا يَخِي أقل أرى كافرين أولم يروا عنا خلنا له مما عمل عدنا أما أفاه الله ملكون وَزَلَّنَاهُ أهو فمرزا أقرق البول ومزا يقولون وَهُوَ فِي رَمَّنَا فِي الْخُوْ وَمَا أَفَلَا يَسْكُرُوهُ وَتَقَصُّلْ مِنْ دُونِ اللَّهِ الْعَالِهَا تَلَّهَا لَا يُصَرُونَ لا يستقر سراه وهو عجل المضطرون فلا يصك أقل إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير لِسَنُّ أنا خلناهم من فادل فإذا هو طزيغ مبين ورد رب لنا مثلا ونسي أقل قل. قَالَ مَنْ يُخِيصَاقَ وَرَهِيَ الرَّحِيمِ قُلْ يُخِرَّ الَّذِي عشَه الْأَوَّلَ مَرَهْ وَهُوَ بِالْقَالِ الْعَاقِّ الْعَلِيمَ الذي جعل لكم من الشجر لا عصاه النرى فإذا الطوم الخطوك دور الذي خلق السماوات والأرض ولا طب القادر أرى أن يلخك مثل من أرانا يلوق مثله البلاء وهو الخلق عليم إنما خور إذا أراد الشيء أي يقول له فيقول فيقول فسبحان الذي بيده ملك كل شيء ولله دُجْعُون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ناسراها اللقى سرقارا ووطاءنا نقا الذي يغضاها سقرا ورفعنا لقا فإنما خسر الصراط، إنما خسر الصراط، فإذا فرد الأفاصر وإلا ربك أفرج. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةُ الْقَدَىٰ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدَىٰ ليلة القدر الروم العافشة تنسل الملائكة والروح في رب إذن رب من كل ألف سلام لي ألتأم مع الله خنفج بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كأفا فلا ربك بأصحاب الفل ألم يَعَلَقَ على في التقليم وَرَسَّالَمْ لا ريع بِيم تامه دجار دي دين السجيب فاجعل له كافي اسم قون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله وهد الله الصمد لم لا لس ولا يولد وليت يطل له كفوا أهد بسم الله الرحمن الرحيم <applause> كل أعوذ برب فرق من شر ما قلا ومن شر عاصق اذا وقع ومن شر النفسات في الوقر ومن شر عاسد اذا ازت بسم الله الرحمن الرحيم قل عوص برب الناس ملك الناس اله الناس من شر وصواص القناس الذي وفي في صدور الناس من الجنه والناس Alhamdulillah Rafi'ami kita doa selepas membaca surah Yasin. Insya-Allah menghayati kepada doa yang banyak-banyak ada sediakan kepada Allah Subhanahu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حد يوفي نعمه يكافي يو يعمى سده يا ربنا كالحمد كما يا أبا خلي الوخل كريه السير بسلطانك Allahumma salli wa sallim ala Zaidina Muhammadin wa ala halihi wa sabihi ajmain Allahumma bil yasir wal qur'anil akim wa bimmani ad دخل برسل لذل ونوب الوادي وهوي لا يدي وهلا يدي إلى أسراق المستقيم وبالجميل خل مجابين ملك جيري التازل العزيز الرحيم وبالخوازي أخرو ولا شماخ تامد وبما صرخت. في أقوى جود للكل ما جود من اليد الباقنا وبالخافل في الكلم فريج الأقل ما خمون المخلز لكل ما خيو يا مهري يا يا ما أحسن دينه بنا في <applause> الذود وخل ما بما قلن قل أن يقول ونسلك اللهم نصدق <applause> بنا جعدا للدرك وهنت جعلنا علا وملحلا للشهادلك وخنا وخدت الياسر سر لنا أجمع أجمل ممدد ومطار

إِتَّجِبِلُوا اللهم دُنَّا وَخَلْقُ <applause> فِي الْعَقَى جَهَنَّا وَهْدَاجِنَا فِي الْهِرِي زِلُّوا فِي كَالْأَلْمَا خُزُونِي قَالِكَ إنما قل <سؤال> إذا أراد شيئا يقول <سؤال> له كن فيقول <سؤال> فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ولله دجون سبحان المنعزى العقل اسممون سبحان مُنَافَزِي العقل اسمعيون سبحان ما خر إذا أراد شيئا يقول لخكون فيقول يا مفرج المؤمن يا, يا مفرج الفرج يا مفرج الفرير فارج عنا خُمّنا يا أيُّ يا قيُّ يا زجلاي وإقراب Fassallallahu ala Zaidina Muhammadin wa ala halihi wa sabihi ajmain walhamdulillahi alamin wa inna baruda qalif. kalib Syangga atau dibaca surah Yasin atau di pada malam ini atau surah ke jadi manis kepada Allah SWT dari kematian kepada kekufuran atau mencetak kepada Allah SWT. Mari kita dalam mengajar ini, uh, daripada ini atau hadis kepada belaimu, uh, ditanyakan... Um, uh, daripada Al-Mukal bin Yasar radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hati Al-Quran ialah surah Yasin tidaklah dibaca. Seorang lelaki surah tersebut yang mengharapkan Allah dan kampung akhirat malaikat diampun oleh Allah dosanya dan bacalah surah Yasin kepada mereka yang hampir akan mati dan setelah mati hadis riwayat Muhammad Abu Daud dan An-Nasain Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita sebentar sedang lagi Terangkibandakan waktu solat Fadu Isya Pagi 7 Seberahasi Bujan Seria Semua yang Serta kawasan-kawasan Dan semua tu dengannya. Um, terima kasih kepada uh, penonton Di siang di live streaming ni uh, Persialah So, di live Bacaan surah si di malam Jumaat Atau bermula esok Atau sediakan kebacaan kepada Allah SWT Alhamdulillah Rafami kita bersatu batu selamat atau disiarkan atau hidayah ini kepada mudah-mudahan ke kefahaman atau dikawal baru atau disiarkan kepada Rasulullah SAW Alhamdulillah Rafami pada malam ini atau disiarkan di beremu kepada Allah SWT Baik, sebagian cara ini atau di laman media sosial di Instagram, TikTok, TV Muhammad, hd serta di Twitter at eh, TV Muhammad HD uh, ataupun bersiar langsung di TV Muhammad atau disiarkan di dalam semua dalam uh, semua dalam Islam kepada di dunia di akhirat nanti kini pertama kali di Sarawak atau memecahkan kepada Allah SWT Atau imat dan kepada hanya hikmat tu bersaudara Allah SWT Alhamdulillah Rafami kita berdoakan istighfarah atali kepada kemajuan itikraf atau kepada Allah watalah kisahkan kepada penonton atali dunia di agenda nanti perisian wabak atau rezeki kepada tabat bahla kepada Allah SWT. Alhamdulillah, rafami kita uh, bersiala sunyi uh, sebagai cara ini. Uh, di siakai dalam QR Code di TV Muhammad telah dipaparkan sekali ini. Di TV Muhammad tercinta fitokoh di bersiala sunyi di TV Muhammad atau bersiakat. Kalau nak tengok, kalau web TV atau di penonton, di penonton di atau bacaan di surah kepada Allah. Alhamdulillah Rafami kita mak turun aplikasi TV Muhammad di Afro Astor Google Play Store dan Silakan uh, tengok uh, komedi dalam nasi kawan-kawan yang ada di siakat. Saya bermatu saya salah sihat, uh, saya ampu dan maaf salah kebaik double mu yang berjuangan Allah SWT. Dari bahasa saya Ustaz Muhammad Fadillah uh, sebagai pengurusan ceramah konti live ataupun berceramah dakwah insyaAllah jumpa serta tanda bakal hashtag Ustaz Muhammad Fadila, hashtag TV Muhammad dan hashtag Inika dan hashtag Pakit Berjuang Bersama oh, wala, sekian Uh, terima kasih kepada penonton di TV Muhammad Atau bersiaran langsung di TV Studio atau disiarkan di saluran Astro 100 di 150 dalam 4K UHD 160 dalam HD serta di saluran MyView 100 ada siarkan di penonton bersiaran live di TV Muhammad uh, Sekian uh, follow kami di IG saya Muhammad Fadilah TV UMF Siongok. Sekian walilaki taufiq wa daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.